باش يدعي بخصوص المخططات والاعمال والتي احيلت على اللجنه والتي أبدت رأيها بخصوص هذا المنبر في محاضر أو في التقارير التي توصلتم بها كأعضاء المجلس. فأمام التعذر من استمرار النقاش أنا أعرض عليكم صوت جملة على الرأي الوارد في التقارير ديال اللجان بالموافقة على إبداء الرأي ديال المقاطعة النقطة باقي مستمر بس على الناس اللي حقنا النقطة سنين باقي مستمر شكرا على حضرتك.